أنا ماليش حد في الشركة دي أثق فيه غيرك. كل الموظفين مش بيحبوني، مش بتيقوني، مع أني طيبة جداً وعمري ما أذيت حد زي ما أنت عارفة طبعاً. أنت ساكتة وبتبصلي كده ليه؟ مش أنت عارفة برضو؟ طبعاً عارفة، بس أنت مش محتاجة حد يأكد على كلامي. افتكرت. فأنا بقى يا ستي عايزاكي تنقلي لي كل حاجة بتحصل، صغيرة قبل الكبير. بصي، من الناحية دي اطمني خالص، بس أنا كنت عايزة اقترح عليكي حاجة. أنا عايزاكي تزودي لي المرتب بتاعي، عشان كل ما المرتب زاد كل ما زاد اجتهاد الموظف. وما سمعتيش بقى عن القاعدة اللي بتقول إن كل ما زادت توقعات الموظف كل ما فرصه في الرفض زادت؟ لا، لسه سامعاها دلوقتي. أديكي سمعتي. خلاص عرفتي هتعملي إيه؟ أستاذة هايدي، هو احنا مش مفروض يا حبيبتي نخبط قبل ما ندخل؟ انا اسفه، بس كنت عايزه اقول لحضرتك ان مكتب استاذه نانسي جاهز. واديكي قلتي، اتفضلي. شكرا. شفتي حاجه غريبه جدا،